أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة بجماعة أشرار عن قضية سرقة مركبة بعد احتجاز أفراد العائلة داخل منزلها. قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا مكنت الفرقة من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم واسترجاع المركبة محل السرقة، وهذا بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية غرب الوطن والتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية لذات الولاية. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة.